صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع هذه الكلمة وتعليقها وهي قولهم ما شاء الله تبارك الله تعليقها على البيوت، وهل هي من التمائم؟ هذه ليست آية، ما شاء الله تبارك الله من الذكر، إلا إن كان قصده أن مجموعة من آيتين: تبارك الله رب العالمين، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. لا، ما هي بآية ما شاء الله، ما هي بآية. الله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما قال إلا ما شاء الله، قال إلا ما، إلا أن يشاء الله. ما أذكر في القرآن كلمة ما شاء الله. نعم، ولولا إذ دخلت، صح، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن تكون مجموعة من آيتين، مجموعة من آيتين، تبارك الله هذه من آية، وما شاء الله من سورة الكهف. نعم، يكون هذه مركبة من آيتين، ليست آية مستقلة. وكما ذكرنا الكتابة والتعليقات تجنبوها، لأن هذا شيء لا يخلو، إما أن يكون من باب التمايم ولا يجوز، وإما أن يكون شيء محدث لم يفعله السلف ويعلقون هذه الأشياء. ويشتبه هذا بهذا، يشتبه ما يعلق لأجل التذكير بما يعلق لأجل التميمة، يتجنب هذا الأمر. نعم.